أجرت خلية الأزمة في سامراء جولة على أصحاب المولدات الأهلية لمتابعة التقيد بأسعار تجهيز الكهرباء للمواطنين، والتي تم تحديدها من قبل محافظة صلاح الدين، وناشد أصحاب المولدات بزيادة حصة الوقود أو تقليل سعره كونه لا يتماشى مع ساعات التشغيل الحالية. الزميل عبد المنعم الويسي والتقرير التالي. بعد تحديد سعر الأمبير ل5000 دينار من قبل محافظ صلاح الدين، ولعدم التزام أصحاب المولدات الأهلية بهذه التسعيرة وساعات التشغيل، ما دعا قائم مقام سامراء بإحالة المخالفين إلى القضاء. بعد استنفاذ التوجيهات مع أصحاب المولدات وأمر سيد محافظ صلاح الدين بأن يكون 5000 دينار لكل أمبير، وتجهيزهم ب 15 لتر لكل كي في، بعد التوجيه وبدأ العمل بهذا التوجيه وجدنا مخالفة العديد من أصحاب المولدات من خلال الأخوة في القوات الأمنية الموجودة ضمن قطاع المسؤولية مكاتب الاقتصادية ومكافحة الإجرام. شخصت العديد من الحالات وتمت بموجب محاضر إحالتها إلى السيد قاضي التحقيق من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. اتباعا لتوجيهات السيد قائد شرطة صلاح الدين والسيد قائد عمليات سامراء حول اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل إنسان يخالف الخروج عن القانون، إذا كانت مواد غذائية كان أصحاب المولدات، نعم رئيس الوحدة الإدارية وجه توجيه مباشر لأصحاب المولدات أسعار الأمبير 5000 دينار وآلية التشغيل من فترة الساعة لقد ساعة، تزويدهم تم تزويدهم بمادة الغاز لغرض التقليل من الضغط عليهم، باشروا بالعمل داخل قضاء سامراء بهذه الآلية، ولذلك هم بقوا يتحجون في بعض الاشكالات، قلت ماده الغاز، تم تعزيز ماده الغاز لهذه الايام المقبله لاصحاب المولدات في الغايه منها سد النقص الحاصل عندهم. اصحاب المولدات بينوا ان سعر المحروقات لا يتناسب وسعر الامبير الحالي، كون ساعات التشغيل طويله واغلب المواطنين لا يملكون الاموال لدفع المستحقات. قلنا لهم يا بيدعمونا غاز مجاني، زين في سبيل نعبر هاي الازمه واحنا متبرعين بمولدتنا مجانا، زين نعبر للمواطن هاي الازمه لحد ما تنتهي. ماكو اي دعم، احنا قرروا علينا قرارات مجحفه بحقنا، قالوا الامبير ب 5000 دينار وقبلنا بهذا مع هذا مو مشكله. فقالوا هسه بالنسبه للامبير ب 5000، زين احنا بدنا ناخذ 5000 من المواطن حاليا، والمواطن ما يقدر يؤدي حتى ال 5000. مطالباتنا احنا الناشد محافظ صلاح الدين بين التدخل الفوري لحل هاي الازمه. تعالوا اعطونا غاز مجانا، التشغيل علينا والدهن علينا والعطلات علينا، احنا ما نقدر، يعني شنو الحل؟ ماكو اي نتيجه. نطلب من سياده المحافظ اذا يسمعنا حاليا يوصل للخبر انه يمولهم بالغاز اكثر من هاي الكميه، وابو المولد دا يقول هسه علني صرح دا يقول انا انطيني غاز وانا اشغل لك 24 ساعه وما عليك بالعطل وما عليك بكل شيء، واذا قصرت وصار عندي تقصير انا اتحاسب عليه. جهود جباره تبذلها خليه الازمه في صلاح الدين كان لها الأثر ببقاء المحافظة بيضاء من كورونا، وأصحاب المولدات الأهلية والمواطنون يطالبون المحافظ بالتدخل لحل المشاكل التي طرأت لاجتياز هذه الأزمة الراهنة. لقناة صلاح الدين عبد المنعم الويسي سامراء.